السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة كوزين بوشرة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد الحريرة سهلة وسريعة. المقادير كنحتاجو واحد زلافة ديال القزبر والمعدنوس، هنا قيمت واحد 3 معالق ولا 4 ديال الكرافس، زلافة كيف ما كتشوفوا ديال الحمص. التوابل غنحتاجو معلقة كبيرة ديال سكينجبير، ومعلقة صغيرة ديال البزار، ومعلقة كبيرة ونص ديال الخرقوم. كيف ما كتعرفوا الحريرة كتبغي الخرقوم البلدي، وواحد جوج عويدات ديال القرفة، وهنا واحد شوية ديال اللحم. ماشي مهم لما كانش ماشي مهم، انا ما عنديش لحم مقطع، درت غير هذا الطريف هذا. واحد المعلقة ديال السمن، وبصلة مشلضة، ومطيشة وطحونة. على بركة الله غادي ندير الحمص هو الاول. غنضيف ليه القزبر والمعدنوس، وخليت واحد شويه القزبر والمعدنوس حتى نخرج، حتى نبغي ندور الحريره عاد باش نضيفو. غنضيف الكرافس، نضيف البصله، نضيف الحيمه، الملحة تقريبا واحد المعلقة كبيرة. الحريرة ما كنقليها ما والو. مطيشات تقريبا واحد 4 مطيشات مطحونين ومصفين. غادي ندير فيها الماء، نغطيها ديك القامة اللي درت. صافي، انا ما كنديرش الزيت، كندير السمن، واللي ما دارتش السمن دير الزيت. صافي، غنسد عليها مده واحد حتى يطيب ليها الحمص، على حسب الحمص. صافي، نتلاقاو من بعد. بعد ما طابت الحريره، حيد ديك الحيمه اللي كنت درت من قبل، قطعت على هذا الشكل هذا. غادي نعاود نرجعها. وعندي هنا دقيق الفرص، واحد 3 معالق كبار، وهنا درت 2 معالق كبار ديال الطماطم المركزه، وهذا القزبر والمعدنوس اللي قلت لكم من قبل راه غنخليه حتى يطيب لي الطحين ومطيشه عاد باش نضيفوه باش تسقى الريحه ديال القزبر والمعدنوس. بعد ما طرت الدقيق اللي عندي، غادي ندوزو في هاد الصفايه كيف ما كتشوفوا. صافي، ونحطها فوق النار حتى يطيب الطحين اللي عندي. عاد عندنا نضيف القزبر والمعدنوس، و كما كتشوفوا بعد ما طابت الحريره، حيد ديك الحيمه اللي كنت درت من قبل، قطعت على هذا الشكل هذا. غادي نعاود نرجعها. وعندي هنا دقيق الفرص، واحد 3 معالق كبار، وهنا درت 2 معالق كبار ديال الطماطم المركزه، وهذا القزبر والمعدنوس اللي قلت لكم من قبل راه غنخليه حتى يطيب لي الطحين ومطيشه عاد باش نضيفوه باش تسقى الريحه ديال القزبر والمعدنوس. بعد ما طرت الدقيق اللي عندي، غادي ندوزو في هاد الصفايه كيف ما كتشوفوا. صافي، ونحطها فوق النار حتى يطيب الطحين اللي عندي. عادنا نضيف القزبر والمعدنوس، و كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي البنات. كتجي الحريره زوينه بزاف، وبلا ما نشكرها لكم حتى تجربوها. من بعد قبل ما كنحيدها من البوطه، كنخلط واحد البيضه وكنديرها، كنخلي واحد 2 دقائق. صافي، وكنطفي عليها. صافي، وكنقدمها مع هاد البيض والتمر والشريحه، وإلا كانت مخرقة أو شباكية علاش لا. أنا لقيت عندي غير واحد 2 جويجات راني حطيتهم، وبصحة والراحة. وكنت